إذا بتسمحوا لي أنا بحب أحكي معكم باللغة العامية، لأنه حابة بلش من هم، يعني ما عم بحكي حديث من القلب، الحديث عم ببلش من الهم، الهم المشترك اللي بتصور اليوم كلنا حاملينه، هم كل ما يحيطنا اليوم من الأوضاع، من بالمنطقة كلها بحمل من الأوضاع اللي عم بتحيط فينا، من يعني من قهر، من ظلم، من قتل، ولكن كمان من تحجير في العقول يلي عم نشوفه مش بس بالبلدين تانية، ولكن كمان عم نشوفه حوالينا. فأنا وعم فكر بتذكرت قول لأحد المؤرخين الكبار اللي اسمه أرنولد توينبي، يلي بيحكي بما معناه أنه برأيه في مسارين بالتاريخ، مسار إذا بدكم فينا نسميه مسار عنف، يعني أو حتى ما أقول كلمة أو عنف ودمار، ومسار تاني هو مسار تنويري. أنا بتصور نحن مجتمعين اليوم لأنه كلنا، كل شخص موجود اليوم مؤمن وعارف دوره بالمسار التنويري اللي بيجمعنا اليوم، مثل ما قال الأب أغابيوس، هو حفل التخرج بهذه التنشئة على الأديان والشأن العام في لبنان. مؤسسة أديان من أول ما بلشت تركيزها كان على اللقاء، على اللقاء بين الناس لتقدر تعرف بعضها، ولكن كمان على العمل على المعرفة، والمعرفة على عدة أصعدة. أولاً المعرفة المتبادلة اللي هي تأتي من اللقاء ولكن تابعته، والمعرفة القدرة التحليلية، التمكين والقدرة التحليلية خاصة بما يخص مواضيع الدين والسياسة أو الدين والمجتمع والدين والديمقراطية. فمن هون الأديان والشأن العام في لبنان، ولكن برامج أخرى تانية بأديان، منها أقدم ومنها أجدد، ولكن كلها مع بعضها عم بتكمل هالبنى يلي عم ينشر من خلال أشخاص، ومن خلال أشخاص قادرين يستخدموا ما أخذوه بمجتمعاتهم، بمدارسهم، بجامعاتهم، هذه المفاهيم الأساسية. فمن يمكن ما الكل بيعرف أنه مؤسسة أديان من أقدم برامج عندها هو برنامج ألوان بالمدارس، يلي عم بيشتغل مع طلاب المدارس، طلاب الثانوي بالمدارس، على مفاهيم كتير قريبة ولكن بشكل مختلف. وهذا البرنامج وصل اليوم، من خلاله وصلت أديان لشراكة مع وزارة التربية اليوم لوضع استراتيجية لتغيير كل مناهج التربوية في لبنان بما يخص المواطنة والتعددية. فيعني نحن هلأ بصدد عمل على المناهج التربوية والكتب اللي تختص بهذه المواضيع، ورح توصل لكل لبنان. ولكن لم يقتصر عمل أديان كمان فقط على لبنان، وعمل قسم الدراسات في التلاقي الثقافي هالسنة في البعض شارك كمان دورة تدريبية لأساتذة وصانعي سياسات تربوية، 60 شخص من 10 بلدان عربية، أيضا على المواطنة الحاضنة للتنوع، وإلى جانب برامج تانية كمان تجمع بين قادة شباب من أوروبا والعالم العربي، أيضا يعني تهدف لتمكين القادة للعمل مع التعددية الدينية والثقافية بمجتمعاتهم. عم حطكم بهيدي الصورة لتشوفوا انه يمكن مثل ما قال توينبي صح، في تاريخين، نحن جزء من هذا التاريخ الثاني، بس علينا انه ما فينا نوقف ولا لحظة، علينا كلنا نكون حاملينه. فرسالتي اليوم للمتخرجين من هذه التنشئة على الأديان والشأن العام في لبنان، أنه اللي أخذناه يضل معنا حاملينه كل يوم بحياتنا، وعم نقدر نطبقه ونقدر نوصله لكل شخص حولنا، في إن كان بمدارس، بعملنا، بعائلتنا، وين ما نحن.
لنقدر كلنا سوا نكون عم نبني هيدي هذا البناء. يعني في فكرة شوي مترددة أقولها ولكن رح أقولها فكرة أخيرة. اليوم كمان عم نسمع كلام عن عصر الظهور، وممكن نسمع هذا الكلام من كل الأديان، يعني يلي أخذ أول فقرة بالتنشئة على الأديان والشأن العام في لبنان. نحن كل الأديان تنتظر تنتظر يعني مخلص أو حدا يأتي في آخر الزمان، ولكن في بعض المفكرين بدأوا يفكروا أنه عصر الظهور ممكن يكون وقت ليظهر فينا نحن كل البشرية الواعي، وما ما بيتناقضوا مع بعضهم، ولكن أنا عم بقول أنه علينا نحن ناخد أنه نحن اللي علينا نكون عم نشتغل على الوعي بذاتنا والوعي لكل اللي حولنا، حتى فعلا يقدر يكون هذا عصر الظهور أو عصر التنوير من خلال ما نحمله من قيم مشتركة ومن فهم مشترك ومن معرفة مشتركة. ويعطيكم ألف عافية وألف مبروك للمتخرجين.